عادي يعني لو هتكلم على الشناوي معاك برضو يعني طبعا كلهم كانوا رجاله، ولكن لو بنتكلم على الشناوي قدر يثبت قد ايه القائد بيظهر في الوقت الحاسم اللي فريقه محتاجه فيه. قدر ان هو وقت ركلات الترجيح يدي الثقه للاعيبته للعيبه الاهلي من اول كره لطلاع الجيش. يعني هو انت ما دام داخله على ضربات ترجيح او ركلات ترجيح بتبقي مطمنه بدايه قبل ما تتلعب ان الشناوي موجود. صح. الحمد لله، وده الحقيقه واحد من العناصر التميز الاهلي الموسم ده كان محمد الشناوي او سوبر شناوي. لعيبه الاهلي كلها كانت رجاله، لكن شناوي الحقيقه كان نجم فوق العاده ويستحق ان هو يكون نجم الموسم. لكن ما اقدرش انسى حد، اللي حتى اللي لم يوفق في بعض المباريات اعتقد انه ساهم بشكل من الاشكال في تحقيق الانجاز ده. وخدوا بال حضراتكم انه في التوقيتات دي يعني في لحظات الفرحه دي انت بدايه بتحس انك انت فوتت الفرصه على كل حد تربص بيك او كل حد حاول يعطلك او كل حد حاول ينتقدك بشكل سلبي او بشكل ايجابي. في اوقات دي بتبقى حاسس انك انت عايز ترد، لكن يكفي فرحه انتصار اللي بتشوفها في عيون الاهلاويه، يكفي ان انا لما بقابل الناس في الشارع من امبارح لغايه اللحظه اللي بقابل حضراتكم فيها على الهواء دلوقتي حاسس قد ايه انه الاهلاويه فرحانين، حاسس قد ايه انه كل اهلاوي منتمي للكيان ده، حاسس بحاله فخر شديده جدا، وده يخليك ببساطه تقول لنفسك نحن نترفع عن الصغائر. على كل الاحوال معانا كلام كتير جدا، خصوصا انه ودي واحده من التحديات الصعبه جدا، احنا عندنا سيزون مكمل، سيزون يعني احنا لسه بنخلص كاس مصر امبارح بعد دوري عام وبعد دوري ابطال، ندخل على طول في بطوله الدوري وندخل على طول في سوبر افريقي وندخل على طول في دوري ابطال افريقيا السيزون الجديد. ده يستدعي وقفه مننا ويستدعي ان احنا نرتب اوراقنا ويستدعي شغل كتير جدا، واعتقد مستر موسيماني لاول مره من اول ما تولى المسؤوليه هيكون عنده مساحه الى حد ما، خصوصا طبعا بعد العائدين والصفقات الجديده، انه يرتب اوراقه. وكلام مع حقيقه كمان عن الصفقات هيكون موجود معانا في حلقه النهارده. الحقيقه احمد زي ما انت بتقول يمكن كمان الجمهور على قد ما بنفرح وبنحتفل احنا فاهمين كويس قوي ان جمهور الاهلي اللي كان بقاله فتره كبيره بيتكلم على دوري ابطال افريقيا وان هي الهدف المهم اللي احنا محتاجينه، لكن بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا على طول بقى جمهور الاهلي هي عايزين الكاس. دلوقتي بعد الفوز بالكاس الجمهور بيفكر في السوبر محلي وسوبر افريقي وكمان طبعا كاس العالم للانديه، وان شاء الله نكون ايامنا كلها احتفالات. وانا زي ما قلت قبل كده انا مبسوطه ان انا كل كام يوم واقفه هنا بقول مبروك. مبروك صحيح، نتمنى انها تكون ان شاء الله باذن الله ويكون وش قناه الاهلي حلو دايما على النادي وعلى نجوم الفريق، مش بس كره القدم، في كل رياضاته وفي كل البطولات.